الحكومة إذا ما خدتش مبادرة راه المؤسسات المالية اليوم نفسها يعني بينات بينها غير قادرة باش تواكب هاد الشركة. يعني لابد بتين الكلام ديالكم راه كان واضح، ولكن لابد من دور الحكومة لإنقاذ الشركات. راه الشركات السيد الوزير تتخبط في مشاكل متعددة. كاين مبادرة ربما اللي كنا عشناها جميع في حكومة سعد الرحمن اليوسفي اللي كانت ديال واحد العدد ديال الإعفاءات واللي كانوا انطلاقات متعلقة بديون مترتبة على الخزينة العامة للضرائب ولا صندوق الضمان الاجتماعي ولا كمحاولة لإنقاذ، لأن الوضع جد صعب، وخصوصا هذه الشركات اللي تتوفر على مئات الآلاف من مناصب الشغل. وشكرا سيدي الوزير. شكرا لك، رد على التعقيب، تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد المستشار على التعقيب. فقط اريد ان اقول اولا بالنسبه لمخطط المسؤوليه الاقتصاديه اللي وضعنا في الحكومه واللي انطلقنا في إنجاز. اولا بالنسبه للنقطه اللي طرحتي واللي هي تتعلق بانتم مشاهدين ذلك باعفاء جميع الغرامات بالنسبه للدقائق العموميه التي وزارة التجهيز والنقل. كلمة فريق التجمع الوطني، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواني المستشارين، السيد وزير محترم، لقد أقدمت وزارة التجهيز والنقل مؤخرا إلى إعطاء انطلاقة العديد من الصفقات المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية والتي تدخل في إطار تدعيم سياسة الأوراس الكبرى التي تسير عليها بلادنا منذ لقد شنفت الحكومة أسماعنا في برنامجها باعتماد مبدأ الشفافية في قانون